أقفل مؤشر البحرين العام هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.3% عند مستوى 1349 نقطة، حيث ساهم قطاع البنوك التجارية في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والصكوك والصناديق العقارية بنسبة 85.14%. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة المدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 31,373,000 سهم ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة تجاوزت 7,342,000 دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 504 صفقات. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 20 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني مجموعة بيت التمويل الخليجي المالية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية. وأوضح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا. كما أكد الوزير خالد الفالح أن المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية التي تمثل عنصرا جوهريا في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. أعلن البنك المركزي اليمني تدخله المباشر لتصحيح قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية عبر ضخه دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق. وقال البنك في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه سيقوم بضخ دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق وطلبات القطاع التجاري، وبما يحقق وقف المضاربات وضمان استقرار الأسعار. وأضاف أن تدخله المباشر يأتي في سياق خطته الشاملة في إصلاح السياسات النقدية وتفعيل أدواتها، مؤكدا عزمه على إبقاء تدخله المباشر مفتوحا وتطوير آليات هذا التدخل حتى تعود أسعار الصرف إلى مستوياتها الواقعية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة فورد تقول بأن زيادة أسعار الصلب والألمنيوم هي عائق كبير بالنسبة لأعمالها. ارتفع معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في 4 أشهر بدعم أسعار الوقود والطاقة. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في بكين أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنحو 2.1% في يوليو الماضي، وذلك على أساس سنوي مقابل 1.9% في يونيو السابق له.
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن معدل التضخم في بكين سيتسارع عند مستوى 2%، وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في الصين بنحو 0.3% في الشهر الماضي. وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء سجلت ارتفاع بنحو 0.5% في يوليو الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في يونيو السابق له. قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن موسكو ستعتبر أي خطوة أمريكية لتقييد عمليات البنوك الروسية أو معاملاتها بالعملة الأجنبية إعلانا لحرب اقتصادية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت مجموعة جديدة من العقوبات يوم الأربعاء الماضي تستهدف روسيا، مما دفع الروبل للتراجع إلى أدنى مستوى في عامين، وأدى لموجة بيع أوسع نطاقا بفعل مخاوف من انزلاق روسيا إلى دوامة عقوبات لا تنتهي. وأوصت مسودة تشريع منفصلة قدمها أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي بفرض قيود على عمليات عدة بنوك روسية مملوكة للدولة في الولايات المتحدة وتقييد استخدامها للدولار. تراجعت الليرة التركية اليوم إلى مستوى قياسي جديد بعد تسجيلها خسائر ب5% من قيمتها مقابل الدولار. وواصلت العملة التركية رحلة الهبوط بعد أن فقدت يوم الخميس 2% من قيمتها، حيث وصل سعر الدولار إلى 5.4 ليرة، فيما بلغ اليورو 6.3 ليرة. وجاء الانخفاضان الأخيران بعد فشل وفد برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول عدد من القضايا، بينها اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تسبب في أزمة في العلاقات لتتصاعد بواعث القلق القائمة منذ أمد طويل بشأن التضخم وسوء إدارة الاقتصاد. من جانبه طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه ببيع العملات الأجنبية لصالح الليرة، وذلك مع انهيار العملة المحلية للبلاد إلى أكثر من 20%. وقال أردوغان في تصريحات اليوم: استبدلوا اليورو والدولار والذهب التي تحتفظ بها تحت الوسائد لصالح الليرة التركية في بنوكنا، واعتبر ذلك كفاحا وطنيا. وأضاف الرئيس التركي أن ذلك سيكون رد شعبي على الذين يشنون حربا اقتصادية ضدنا. وألقى الرئيس التركي باللوم على الأجانب الذين يحاولون إيذاء تركيا، مشددا على أن بلاده لن تخسر حربها الاقتصادية. وكان الرئيس التركي طالب شعبه أمس بعدم الالتفات إلى الحملات التي تنفذ ضد تركيا، وقال على تهاوي الليرة: فإن كان لديهم دولاراتهم فنحن لدينا شعبنا وإلهنا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا، بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20% والصلب 50%، مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي بسبب احتجاز تركيا لقس أمريكي وخلافات دبلوماسية أخرى. وقال ترامب في تغريدة على تويتر يأمر فيها بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم الليرة التركية تراجعا سريعا أمام دولارنا القوي جدا. وأضاف: رسوم الألمنيوم ستصبح 20% والصلب 50%، وعلاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حاليا. وفي وقت مبكر من اليوم انخفضت أسعار الذهب في آسيا مقتربة من أدنى مستوى في عام لتأثرها سلبا جراء ارتفاع الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية عالميا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1206.29 دولارا للأونصة، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات، والذي بلغها الأسبوع الماضي.
ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي. كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1213.4 دولارا للأونصة، ووصل الدولار اليوم مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة من العملات المناظرة، في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل الجنيه الاسترليني واليورو خسارة قوة الدفع. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قالت شركة فورد إن زيادة أسعار الصلب والألمنيوم بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي عائق كبير بالنسبة لأعمالها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فيرلي في احتفالية للشركة إن تصعيد أسعار تلك المعادن شيء خطير للغاية، ووصفه برياح معاكسة كبيرة، وذلك نقلا عن وكالة بلومبرغ. وأضاف رئيس شركة تصنيع السيارات الأمريكية أن التعريفات تضع أحياناً ضغطاً على تكاليفها الخاصة. ومع بداية العام الجاري كانت فورد حذرت من أن ارتفاع تكلفة المعادن كالصلب والألمنيوم إلى جانب أسعار الصرف غير المواتية ستضيف 1.6 مليار دولار لتكلفتها في العام الجاري.